ليس الأمر سهلا أن يعيش مريض الإيدز في مجتمعنا كمثله من المرضى. طريقه محفور بالأشواك والخوف من النظرة التجنبية للمجتمع إليه، ناهيك عن استمرار تفشي ثقافة مسيئة للمصابين. هذا الشاب عاش أكثر من 5 سنوات منذ تلقيه خبر إصابته بمرض الإيدز، وقرر أن يروي قصة معاناته النفسية والاجتماعية للنبأ حتى ولو كان من وراء الستار. طبعاً أنا كنت صوت بي، طبعاً أنا عارف إنك كنت صوت بي، يعني كنت انتعطى في المخدرات وكنت عادي، يعني ما فيش أي إشكالية، كنت نخدم خدمتي وأموري تمام. فمرضت مرضى في وأنا في الخدمة بتاعي، قعدت 4 أيام كي مريض تعبان تحت فقاعات باردة عادية، يعني ما توقعتش إنه إصابة يعني، ومشيت الأمور تمام عادي. بعتلي في الحوش، من قاعد في الحوش مع الأسرة ومعي كي خالتي، فخالتي شفتلي في طوبة في طالتي في جيت تولدني الغدة كي، قلت لي هذه شني؟ لكن طبعا المجتمع تعرف أنت، يعني مجرد يعرف حد ولا كذا ولا يعني تبدأ في مشكلة تانية، فما ما صعب. صارت لي حالة نفسية كوي من الأول، قعدت متوحش بينكي وبينكي، حاولت نهرب البلاد، نطلع البلاد يعني، وخلي الأهل متاعي، بالتالي ما سمع فقدش. بحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية، فإن هذا الشاب هو 1 من 5 إلى 6 آلاف مصاب ممن يحملون هذا المرض ويتعايشون معه. بالنسبة لأعداد الحالات متضاضعة نوعا ما، يعني ما بين 5000 إلى 6000، أحيانا نقول إنه هو يتناقص أو يزيد، لأن طبعا بسبب نقص العلاج صارت عندنا حالات وفيات بكثرة، وعد أعداد هائلة وصلت لحتى 400 وكذا في السنة، أعداد هائلة من الوفيات، وهذا طبعا موضع كارثي، ونتمنى إنه هو نسيطر عليه بحيث إنه ما يكونش عندنا حالات وفيات. غير أن هذا العدد من المرضى لا يعبر عن الواقع الحقيقي، فهؤلاء فقط هم من أعلنوا مرضهم وجرى تسجيلهم ليتلقوا العلاج والرعاية الصحية والدعم النفسي في المركز الوطني وفروعه. يكون استقبال الحالة وشرح التفاصيل على المرض وأسبابه وطرق انتقاله وطرق التعايش معه، وكيف يعني يمارس حياته الطبيعية بعد ما قبل كيف كان يعني، وكيف أصبح يعني هو متعايش مع المرض هذا. ويرى مختصون أن اكتشاف مرض الإيدز في وقت مبكر من شأنه أن يحد من تفشيه داخل مجتمع ينعدم فيه الوعي بمخاطر هذا المرض والوقاية منه، بالرغم من التأخر في وصول الأدوية الخاصة بالمرضى في بعض الأحيان بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. يأمل المركز الوطني من الجهات الحكومية أن يجري التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأمين علاج مرض الإيدز لمصابين كافة وبشكل مجاني ودوري.